أتأسف بكوني واحدا من الجماهير عن الوضعية التي يعيشها فريق المولودية الوجدية، وفي ذات الوقت أتساءل، تساؤلي هذا أطرحه إلى السيد رئيس فريق المولودية الوجدية لكي يجد حلولا للأزمة التي يعيشها الفريق في ظل الظرفية الراهنة، 5 هزائم متتالية، تشتت على مستوى الإدارة التقنية، تشتت على مستوى المكتب المسير. ربما في الجمع العام الأخير رأينا تجديد للمكتب المسير، لائحة جديدة للمكتب المسير لم تخرج بعد. نتمنى أن تكون إضافة للمكتب المسير، إضافة وجوه جديدة تعطي قيمة جديدة لفريق المولودية الوجدية لكي نجد حلولا واقعية للخروج من الأزمة. نتمنى من السيد الرئيس، وهذا مطلب رئيسي لجماهير المولودية الوجدية، نتمنى من السيد الرئيس أن يستمع إلى مطالب الجمهور الوجدي، رحيل كل الشخصيات الموجودة في المكتب والتي لم تعطي الإضافة اللازمة لفريق المولودية الوجدية منذ أن تولت تسير داخل النادي. نطالب بالحكامة داخل نادي المولودية الوجدية في التسير، نطالب بضبط الأمور المادية للفريق، نطالب بضبط الأمور التقنية للفريق، نطالب بحلول جذرية وإعادة هيكلة النادي من جديد للرجوع إلى سكة الانتصارات وللرجوع إلى الطريق الصحيح. المستوى اللي وصلت له المولودية، حنا كمشجعي الفريق ما عجبناش الحال، يعني ما هذا العام هذا ما كناش معولين هذا المستوى هذا اللي داروه، يعني كنا متفائلين بالعام اللي فات وكنا باغيين نوصلوا شي مستوى احسن اللي فات العام اللي فات. مي راك تشوف اخويا هاد يعني وجود كاين شي ايادي خفيه في وسط الفرقه، خويا ما خلاتناش نوصلوا داكشي اللي باغياتو الجماهير الوجديه. مي ان شاء الله باغيين نتحسن الوضع ويبعدونا هاد يعني هاد الناس هادو اللي كيديروا هاد يعني هاد المشاكل في وسط الفريق وكيبقاو يديروا لنا صداع في وسط الفريق. حنا كجمهور اخويا بغينا الفرقه تكون احسن من هكا، وكنطالبوا ان شاء الله بالرئيس وهذا يشوف شي حل لهذا الفريق هذا، باسكو هذا الفريق هذا راه ماشي نتاع يعني فريق اللي نتاع الالقاب والامجاد، ماشي فريق نتاع هادشي هذا اللي راه وصلت له الفرقه درك اخويا. بالنسبه للفريق المولوديه الوجديه اخي، كما كنعرفوا انه النتائج السلبيه اللي بدات بهذا الموسم، ولكن هذه النتائج السلبيه هي حاصل من مجموعه من 3 سنوات من التسيير العشوائي للمكتب المسير والرئيس معا. نحن ما بقيناش نقولوا اليوم النتائج الايجابيه كتغطي على بعض المشاكل السيره كالسنه الفارطه والسنوات اللي قبل، ولكن هذه السنه مي كانت النتائج سلبيه جماهير ارتأت انها تشوف شنو على مستوى التسيير، شفنا عجز مالي، شفنا هشاشه على مستوى المسيرين، شفنا مجموعه من الامور. هنا فين داك الشيء الهشاشه التسييريه انفعلت مع المردود التقني للفريق، اذا به ان المدرب بقى يصرع ان اللاعبين ما خاصينش، الامور مجموعه ما كايناش. هنا الجمهور بقى يشوف ان الفريق تاعو غادي للهاويه بكل معنى، بخصوص كلام المدرب عبد السلام وادو الذي انعت الفريق بمجموعه من النعوت، كانه ما خاصش اللعابه، ما كانش عنده الماء السخون في التدريب. هذه مجموعه من الامور اللي بدات في البدايه. من بعدها بدات البطوله وشفنا ان المقابلات الاولى الـ5 الاولى على مستوى البطوله انهزام تاع الفريق تقريبا في 4 مقابلات وتعادل 1، وكذلك على مستوى كاس العرش. لهذا الجمهور اليوم كيطالب ان من الرئيس انه يجي يفعل ويدير الناس في المستوى، وكذلك هو ما يبقاش يدير التسيير الانفرادي، عليه انه يستعين بناس تاع المدينه والناس الحرايفيه كما كنقولوا، ويستعين باطر تقنيه على المستوى التقني باختيارات المدرب وكذلك في اختيارات مجموعه من اللاعبين اللي كينتدبوا معهم، حتى اننا باش نكونوا نديروا ما هو مادي مقارن معه ما هو تقني، اي الماده تقارن ما هو تقني، يعني شحال ما كان عندك في الماده هي اللي صبورها تقنيا في اختيارات اللاعبين، ماشي انك تجيب واحد اللاعبين بزاف وفتالي ما تخلصهمش، فهذا حرام على الفرقه اننا غادي نبقاو تمشاو في هذا المسار هذا. واليوم عجز مالي، غدا عجز مالي، لما لا واحد النهارات غادي تجينا واحد الاحكام ان واحد العجز مالي كبير اللي غادي يدي الفريق الى الغرق. وشكرا، ونتمنى ان الناس تاع المدينه يتضافروا للفريق، وكذلك الفريق والرئيس تاعو عليهم ان ينفتحوا للناس تاع المدينه بزوج معا، حتى باش ما يكونش عندنا واحد كيقول لك ملي كتمشي عندك كيقول لك الرئيس منغلق على نفسه، وكذلك ملي تمشي عند الرئيس كيقول لك المجالس المنتخبه ما تعاونيش. فكل شيء خصو يتحد، نديروا الرياضه من اجل الرياضه وليس الرياضه من اجل السياسه. وشكرا.